وهذا الشيء كنطالبوا حنا كذلك كما جاء في الكلام ديال الاخوان، لازم من الحضور ديال عده وزارات، وزاره الصيد البحري معروفه موجوده دائما، كخص وزاره الفلاحه، وزاره الصحه. هاد النفايات ديال وزاره الصحه فين كيمشيو؟ واش كيديروهم في جيوبهم؟ داك التصبين اللي كيصبنوا داك الدماء وداك الشيء ديال العمليات وهذا فين كيمشي؟ كلشي كيمشي للبحر، وهذا البحر ماله مسكين غادي يرفد الوسخ الدنيا كامل. الله يجازيكم بخير، في مستقبلا كخصنا الوزارات يكونوا حاضرين معنا هنايا، لا الفلاحه ولا الصحه ولا لاين بي كما قالوا الاخوان، لان لاين بي غير موجوده داخل الموانئ. حنا كنمشيو للدول الاوروبيه كنشوفوا عندهم الناس لاين بي، عندهم باخره بالشبكه قدامها قد الفضيحه كتسارى بين البراكوس وكتجمع داك النفايات. حنا عندنا اخر بالعكاز وفيه شبكه كيجمع النفايات داخل الميناء، كيف يعقل ذلك؟ الله يجازيكم بخير، كنطلب الاخوان ديال البحث العلمي مرارا وتكرارا كنطالب بالخرائط ديال الكوسطه باش نعرفوا راسنا فين، واش حنا ماشيين، واش غنزيدوا القدام ولا نمشيو بحالنا ونخليو ولادنا يمشيو يدبروا مخهم ولا نشوفوا ما نديروا براسنا. الله يجازيكم بخير، هذا انا عيت ما نطالب بهذا الشيء حتى في الوزاره الوصيه مع المدير العام ديال البحث العلمي، ولا من يجاوب ولا من يعني حتى شي واحد ما يقدر يجاوب بشي حاجه اللي هي كذب. وما كرهناش حنايا كل ثلاث شهور كخصنا البحث العلمي يعطينا الخرائط، لا من ماشي غير العريشه ولا طنجه ولا هذا، الناحيه كامله فين كاين الحوت فين ما كاينش فين المصايد. دابا حنا المصايد في طنجه تمر وكل شيء، المطاع فين كيولد الحوت مشى، المرجان مشى، وعده شكايات اللي كتبت على هذا الشيء هذا، ولا من يحرك ساكنه. والسيد مدير الغرفه راه حاضر، لان عيت ما نعمل في الشكايات والغالب الله حنا في الصيد التقليدي زعما راه باقي والو، ولادنا يمشيو يسعاو ولا يشوفوا ما يديروا براسهم، واما حنايا صافي خرفنا وماشيين بحالنا. شكرا.